Angels Fan. Angels Fan. Angie Down. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. عزيزتي المذكرة، تبدو الأشياء كلها غريبة اليوم، غرفتي، سريري، وحتى أنت أيضاً، كل شيء يبدو مختلفاً، كما لو أن الأشياء تنتمي لأحد آخر. إنه الروتين نفسه، استمع إلى الكلمات ذاتها وأرى الوجوه ذاتها، أوري، ميكي، سويت، صديقاتي، لكن اليوم يبدو كل شيء مختلفاً وغير مألوف. ربما إذا فكرنا نرى أن الأشياء ليست هي المختلفة اليوم. ربما أكون أنا هي المختلفة، أنا الغريبة في هذا اليوم. اليوم أنا لا أعرف من أنا، وهناك شخص واحد يستطيع الإجابة عن أسئلتي. رينا. راف، سررت لرؤيتك. لا يعني مجيئي إلى هنا أنني قررت الوثوق بك أبداً. بالطبع، لكن هذا يعني أنك قررت أخيراً الاستماع، ألست محقة؟ لا، بل يعني أنني أريد بعض الأدلة. الأدلة؟ أجل، الأدلة بشأن ما أخبرتني به سابقاً. بشأن أنك بشرية؟ إن لم تعطني أدلة لن أصدقك أبداً. حسناً، إذا أعطيتك بعض البراهين هل سأحظى بثقتك؟ جيد، يبدو هذا عقلانياً. رينا، ماذا لديك من أجلي؟ أنا أنتظر. لا يمكنك أن تحصلي على وردة من دون أشواك، ومن دون أشواك لا تكون الوردة وردة. أخبريني يا راف، كيف يكون جلد الطيبين؟ جلد الطيبين؟ نعم، بما أنك طيبة يجب أن تعرفي الجواب. يجب أن يكون جلده مثالياً. تماماً، جلد بدون ندوب أو علامات، تماماً مثل هذه. أخبريني، هل يمكن أن يكون هناك طيب جلده غير مثالي؟ لا، مستحيل، وإلا لن يكون طيباً. لكن بشرتي ليس فيها شوائب. جدي مرآة وانظري إلى شعرك الأشقر، وانظري إلى وجهك الجميل. إذا نظرت بالمرآة إلى عنقك سترين علامة موجودة منذ ولادتك. هذا دليل على أنك بشرية. آسفة، لست طيبة. أنت من أب وأم بشريين وليس طيبين، وهذا هو الدليل. لا يعقل أن يكون هذا صحيحاً. لا لا. سيدتي، ماذا تريد؟ لن نتمكن من إقناع راف أبداً. لقد اقتنعت، تحتاج للشجاعة للاعتراف بذلك. راف وسالفوس سيصبحان بين أيدينا. إدوارد. أبي، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا. أنا آسف بني، لقد طرأ علي عمل ضروري. طرأ؟ ماذا تقصد؟ هل تسمي ذلك اجتماعا طارئا؟ أتعرف، من السهل جدا أن أرى برنامجك أبي. في كل مرة يكون لديك موعد معي تجد شيئا آخر تفعله، شيئا أكثر أهمية مني. ليس هذه المرة، حجزت غرفة في الفندق، سأكون هنا حتى الغد وسأمضي معك فترة بعد الظهر. لا أستطيع. أنا آسف، لدي لقاء آخر. هيا إدوارد، اجعله يدفع الثمن. ما الذي تقولينه؟ إنه والده. أي أب هذا؟ لقد تركه وأهمله والآن يعود كأن شيئا لم يحدث.
أريد أن أقضي الوقت معك، هذا سخيف. أنت شريرة، يجب أن تكوني سعيدة لأنه أب سيء. ما علاقة هذا الأمر؟ أنا بالطبع أفضل الآباء السيئين. اسمعيني جيداً سويت، سأقول لك شيء، كنت أفضل لو أنه لم يعد أبداً. يعني أنت غاضبة لأنه أب جيد؟ جيد؟ هل أنت عمياء سويت؟ أنا لا أفهمك أبداً، أخشى أن إدوارد لن يحصل على فرصة جديدة إذا لم يقبل حالياً هذه الدعوة. لهذا سأفعل ما في وسعي كي لا يذهب معه. وأنا سأبذل جهدي لإقناعه بالذهاب. حسناً، قومي باختيار التحدي. حضري نفسك، إنها مبارزة بالسيف. خذي. لمسة. لكن هذه لا تحتسب، أنا لم أكن قد سلمت بعد. هذا سيء، لقد تأخرت الآن. أنت لم تفوزي بعد. سأتركك تسلمين مرتين. سأريك كيف هو السلام. قوة التقييد. هذه لا تحتسب، أنا مكبلة. مؤسف جدا. والآن تأخرت وأنا على وشك الفوز. انظري كيف سأفوز. القوة المضاعفة. أنت تختبئين خلف نفسك مجددا؟ أية واحدة هي أنت؟ أية واحدة؟ لمسة، لمسة، لمسة. لكن أين أنت؟ في كل مكان. قوة التقيد. لا أقوى على الحراك. هل أحسست بذلك الشعور؟ هل اكتفيت الآن؟ أرى أنك تعبتي، أتريدين الاستسلام؟ حسناً سويت، يجب عليك أن تعتادي على هذا. سأختفي الآن، قوة الاختفاء. ماذا حصل؟ لكن هذا غير عادل. لمسة، لمسة، لقد فزت. هذا لا يحتسب، فأنا لا أستطيع رؤيتك. هذا مؤسف. أنا آتٍ، أنا آتٍ. عذراً، هل أنت إدوارد؟ إذاً أنت إنسان محظوظ. ولكن ماذا تقصدين؟ لقد تم اختيار اسمك من بين آلاف المرشحين، فزت بجولة معي طوال فترة بعد الظهر، وستحصل على قصائم مجانية في مركز التسوق. إذاً أنت جاهز؟ أجل. لذيذة. إذا استمرت بهذه الطريقة فلن يكون لدي أي أمل في إقناع إدوارد. أجل، لقد خدعته كابال تماماً، وإذا استمرت بذلك فلن يتذكر والده الذي ينتظره في الفندق. نعم، والأسوأ من ذلك هو أن الوالد سيغادر غداً من دون أن يرى ابنه. هذا يعني أنك لا تملكين الكثير من الوقت. لا أعلم إن كنت قادرة على ذلك. كيف سيقضي إدوارد ووالده الوقت معاً إذا كانا لا يلتقيان؟ اهدئي، سيكون كل شيء بخير. لا أعرف، لا أعرف. لا تتصرفي كالأطفال يا سويت. لا، هذا ما يجب أن تفعليه فعلاً. ما الذي تقصدينه يا راف؟ يجب عليك أن تكوني طفلة. إنها كذلك من دون جهد ومن دون أن تقولي لها يا راف. أنت لا تفهمين، لدي فكرة ستساعدها، صدقي ما أقوله. يا لها من فكرة رائعة. كما تشائين. ماذا تنتظرين؟ هيا اذهبي إلى العمل. أنا جاهزة. والآن قوة التحول. من أجل الحماية. لولا، قوة
التحول. من أجل الحماية. إلى أين تريد أن تذهب الآن؟ هيا صغيرة، لماذا تبكين؟ أمي، هل أضعت أمك؟ سنساعدك لتجديها. لا تقلق بشأنها يا إدوارد، لدينا الكثير لنشتريه. ولكن أنا اشتريت الكثير. لا حدود لهذه القسيمة الشرائية، انسى أمر الطفلة، لابد أن أحدا سيساعدها، أنت لست مسؤولا عنها. حسنا، من يستطيع أن يقاوم وجها كهذا؟ أجل، تحتاج هذه الطفلة إلى إيجاد أمها، وأريد أن أساعدها. سويت سويت، أمي أمي. أخيرا وجدتك، قلقت عليك كثيرا يا عزيزتي. لا أعرف كيف أشكرك. لا تبالغي يا سيدتي، فأنا لم أفعل شيئا. لقد قمت بعمل لطيف، أنت شاب وقد لا تفهم الأمر الآن، لكن عندما تكبر ستعرف معنى أن يضيع الأب أو الأم ابنهما. أبي؟ إدوارد؟ هل لازال لديك بعض الوقت من أجلي؟ أعلم أنني تأخرت. أنت لم تتأخر أبداً بني. أوه كم هذا لطيف. لن تحصلي على أفضل من ذلك. ماذا نكون إن ابتعدنا عن أهلنا؟ نكون ضائعين. لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. ارفعي شعرك الذهبي الجميل وانظري إلى رقبتك، سترين علامة صغيرة، علامة حصلت عليها منذ ولادتك. لا لا أصدق هذا. هذا دليل على أنك ولدت كبشرية، من أب وأم بشريين، هذا هو الدليل الذي طلبته. لا يمكن لهذا أن يكون صحيحاً. You've always dreamed of as a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is her heart. Get rid of all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and a high-speed flight. She's gonna read your mind, protect you from the devil's fight. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's light. Angie Down, the paradise you've always dreamed of as a star. Special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave for the chance.